مفيش أغلى من الأم على الأرض. الأم قيمة عظمتها كل أديان وقيم السماء. قبل الفاصل عرضنا رسالة ميسة لأمها رندا اللي سابتهم الله أعلم ليه من أكتر من حاجة وعشرين سنة تقريبا. قصة رندا عبد الله اللي بتدور عليها النهاردة قصة مليانة أحداث. أفضل حد نعرف منه القصة نفسها ولادها. احنا اتصلنا بواحدة من ولادها اللي هي صورت معنا اللي هي ميسة وسألتها ليه بعتولي. ميسة. ايوه اخيرا. ازيك مدام منى؟ ازيك يا ميسة عاملة ايه؟ الحمد لله ماشي الحال. انت كيفك؟ انا تمام. قولي لي يا ميسة. الحمد لله. ليه بعتولي؟ ايه قصة أنا الشيخ؟ انا بعتولك موضوع يا ماما. ايوه اخوك اقترح ان انتوا تروحوا للشيخ. هذا اخي على قد ما فقد الامل انه يشوفه يعني ما ضل عنه حل. ما خلينا طريقه، ما خلينا فيس، ما خلينا شيء، ما دورنا عليها. يعني تخيلي حتى اسمهم الوفيات اللي جبنا هون في سوريا ما له اي اسم. قام اخي قال نحن عاملين جروب بالعيله، يعني نحن الاخوات عاملين جروب. قام اخي اقترح انه خلينا انه ما لنا غير نلاقي الشيخ. يعني انا ضد هالفكره، يعني شلون يعني انه انت شيخ وكذا، يعني انت هي ما بعرف، يعني ما ضل عنا امل الصراحه. ما بعرف شو اقول لك. اخر مره شفتيها يعني امتى؟ عوضتي منين؟ اخر مره شفتيها امتى؟ سنه 2000. سنه 2000 كنا صغار كثير. يعني كنا صغار، يعني حتى هي. هاتوا صورة الأم يا جماعة، هاتوا صورة الأم. شفتيها إمتى وإزاي؟ كنا صغار نحن، إجت بتاخدنا، هي مفصولة عن بابا يعني مطلقين. أنت كنت حكيتي لي يعني إن هي جت تزوركم مرة، يا ميسة ركزي معايا. حكيتي لي مرة إن هي جت تزوركم مرة وإن أختك الكبيرة مريم كان عندها تعليمات من باباكي. ايوه هذا التاكسي يوميتها. ايوه كان عنده تعليمات من بابا انه بس تيجي امكم هربوا منها، انه لا تروحوا معها. قام اختي دقت لمكتب تاكسي ونزلت اخذتنا من المدرسه، هربتنا من باب المدرسه، في له بابين المدرسه، هربتنا من الباب الثاني واخذتنا. بس هي ما يعني انا يعني بس اذا هي اهدي يا ميسه، اهدي اهدي اهدي، خدي نفسك خدي نفسك، واحده واحده. حكيتي لي ان هي جت تزوركوا بعد ما مشيت اول مره، جت تاني تشوفكوا، معنى كده ان هي باقي عليكوا. صح؟ ايه هي لسه ياما. ايه هي لسه ياما. هي ايه؟ هي ماما عايزانا، عايزاكوا، وان اختك عايزانا كان... بس هي كانت خايفه من بابا. حلو. وان اختك الكبيره يعني كان هي عندها خوفة. اختك الكبيره كان عندها تعليمات من باباكي وكانت مرعوبه منه ان ما أيوة. ما تشوفوش ماما. ايه صح؟ لا هو خلاها تيجي تشوفنا، بس هي اجت من وراء بتاخذنا. هو خلاها تيجي تشوفنا بس ممنوع تاخذنا. عم هي جت من وراء انه مشان تاخذنا، عرفتي؟ عم اختي كان معها تعليمات انه لا تروحوا معها، هاي اللي بعت لك اياها. فأختك الكبيرة خدتكو هربتكو بتاكسي من وراها بتاكسي. ايوه. وانت فضلتي تشاوري لمامتك؟ وامي ماما انا قاعدة بالسيارة و قلت لها تقولي لها تعالي. طيب احنا فين الكومنتات اللي جات لنا بتاعت اسكندرية؟ احنا جات لنا على الصفحة لما نزلنا صورة مامتك كومنتات. واحد اسمه محمد شحاتة بيقول يا جماعة انا الست دي فاكر اني شفتها يوم راس السنة اللي فاتت، يعني من سنة، دخلت القهوة عندنا في فليمنج. فليمنج ده حي في اسكندرية، في اسكندرية، وطلبت مننا مساعدة ومشيت. وبصراحة أدينا داخلين على السنة الجديدة ما شفتهاش ولا مرة، بس أنا فاكر كويس إني شفتها عشان هي كانت لابسة لبس ما يوحيش خالص إنها
ممكن تطلب السؤال يعني. حتى أنا استغربت في الأول، بعد كده عرفت إنها مش مصرية. ده أول تعليق جالنا لما نشرنا صورتها. في تعليق بعد كده من واحدة اسمها منار مجدي، قالت أنا عارفة مكانها. طبعا احنا بعتنا المنار قلنا لها فين رقمك يا منار، طالما انت عارفه مكانها قولي لنا، ادينا رقمك او قولي لنا مكانها او ساعدينا. منار بعتت عنوان ليها، العنوان موجود في العصفره وده حي في اسكندريه برضو، قالت الشارع ورقمه، وقالت كمان ان هي شغاله هناك في مكان. ففي اتنين متعمد انا اضطر ان انا اطلع المصر، انا بطلع والله بطلع، بس المهم شم ريحتها. ان شاء الله هتشم ريحتها، ان شاء الله هتحضنيها وتشم ريحتها ان شاء الله. احنا لسه هو عارضين الفيديو بتاعك، وجالنا تعليقين على الصفحه ان هم شافوا مامتك، والاتنين بيقولوا ان هي في اسكندريه، وتعليق منهم بيقول انا شفتها من سنه، يعني ان شاء الله تكون عايشة وبخير ونلاقيها كمان ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب. ان شاء الله. طيب يا أنا جماعة، انا بستغرب من هدول اللي عندهم انباعات تلاقيهم مستهترين بامهم، يعني هاي ام هاي يعني ذاك هلا نحن كبرنا، بس عندي كبرنا وبهو صار عمري 100 سنة، انا كلها خاشة، وانا بتمنى انه اي وحده عم تعامل امك بس ما تعامل بس لانه رح تنده. هو انا مش فاهمه ثلاث ارباع الكلام، مش علشان انت لهجتك مش مفهومه، لا علشان الصوت في ودني عالي قوي وانا مش عارفه اوطيه ازاي، بس انا حاسه بيكي. طيب. يعني انت عارفه الاحساس ساعات بيبقى اهم من الادراك. المهم يعني انا عندي امل، مادام عرفنا يعني، مادام في كده بشاير ان الناس شافتها في اسكندريه وفي اتنين اجمعوا ان اسكندريه، انا عندي امل ان احنا نلاقيها. فخليكي معانا ميسا، ولما اقول لك ردي على التليفون تردي على التليفون يا ميسا، ما تغلبنيش يعني، احنا اضطرينا نطلع فاصل عشان انت تردي على التليفون. اوكي انا طيب اوكي ماشي، بشكرك يا ميسا، بشكرك شكرا جزيلا. في حاجه تانية ظهرت على الصفحه يا جماعه لسه؟ طب خلي عينيكم على الصفحه ونبي، بما ان انا مشغوله هنا ف تابعوا النبي بسرعه الناس والناس تشير. عايزين نلاقي رندا عبد الله، هي اسمها رندا ولا ليلى عبد الله ولا رندا عبد الله؟ شوفوا كده، حطوا كده الاي دي بتاعها على الول، ان شاء الله نلاقيها ايا كان حالها، عايشه او لا قدر الله، يعني يا رب بحق الايام اللي الناس بتحتفل والاسر بتتجمع فيها دي، ان شاء الله ربنا يقدرنا ونلم شمل ام وولادها. دي هي سوريه، ده رقم البطاقه او الهويه بتاعتها، اسمها رندا والنسبه ليلى، واضح ان ده اسم العيله، واسم الاب عبد الله، اسم ونسب الام نجاح. اتولدت في تمشق سنه 11/3/1966. يعني عندها كام سنة دلوقتي؟ عندها 51 سنة، 54 سنة، مش كبيرة يعني. 51 لأن الباشمهندس بتاعنا عنده 62 سنة، مش مشكلة. المهم أي حد يا جماعة شاف رندا اتعامل معاها يبعت لنا من مصر أو من أي مكان، يا رندا ولادك هيموتوا عليكي، ليكي ولد زي القمر يفرح اي ام في الدنيا، نفس في حضنك. حط لنا صوره محمود كده وهو صغير وهو كبير، عندها محمود. محمود بيعاني من حاله نفسيه قاسيه جدا بسبب فقده لامه، من كتر ما هو حاسس ان هو وحيد راح اتطوع في الجيش اهو. ده محمود، محمود ده عايزك، هيموت عليكي. يا رب يا رندا تشوفينا. الناس اللي عندها تلفزيونات في القهاوي، اصحاب القهاوي، شغلوا الحلقه بتاعتنا ونبي في قهاوي اسكندريه، عايزين رندا تشوف الحلقه وتشوف ولادها ميسه ومريم ومنال ومحمود اللي راح اتطوع في الجيش من احساسه بالوحده، مع انه ولد وحيد، وفي سوريا ممكن ما تتطوعش او تروح الجيش لو انت ولد وحيد زي مصر بالظبط. ان شاء الله نوصل لها، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ونوصلك بيهم.